ماذا أصنع إذا رأيت من أخي خطأ أو شيئا مخالفا للشرع أو مخالف مثلا للأدب؟ ماذا أصنع؟ سيبش مسلمانم دينم تمخو أخوه يا أدبهم تمخو أخوه يشمخو صنفه. الأصل أني أخلو به أنا وهو فقط وأكلم عن هذا، أنصح له، أدعو له، أكلمه بكلام يعني فيه أدب. سرشتين غير راش عباشر بيزي إساق وقشو همش تخ شمتو تخيطكو ويوشيانر ساقوات ترز تبغحانر عراش سرشتين غير. أما أن أتكلم عليه أمام الناس برفع الصوت هذه فضيحة ليست نصيحة. عاود سخان يطاش حمتي ستي قواو كم فاشو سقسشو عار نصيحة عار تخمي وشيو إجن تخمي ناطر تبوخ إبشاري بوتخ.